الأمير والفقير، حكاية من التراث الإنجليزي. كان يا مكان في قديم الزمان، ومنذ حوالي 350 عاما ولد طفل جميل للعائلة المالكة بإنجلترا. فرح شعب إنجلترا بمولد الطفل الأمير المنتظر، وفي نفس موعد ولادة الأمير ولد طفل آخر، وكان ابن متسول اسمه جون كانتي، يعيش في حارة ضيقة قذرة. ومن العجب حقا أن هذا الطفل كان يشبه الأمير تماما. لقد عدت. مرحبا أبي. إنه ولد يا عزيزي، من حسن حظه أن يولد في نفس اليوم الذي ولد فيه الأمير. أنا لا أرى أي حظ في ذلك، لقد أصبح لدي فم آخر علي أن أطعمه. أبي أنا جائعة، أريد أن أكل. ألا يوجد لديكم أي شيء؟ لابد أنكم تمزحون. كنت أتوقع الحصول على بعض النقود، نعم، ولكن للأسف. هذا هو والدك يا عزيزي، أسمعت ما قاله؟ كفى. أنا ذاهب للخارج. ماذا أسميه ما تشائين. أبي. قررت الأم أن تسمي ابنها توم، في حين سمي الأمير الطفل باسم إدوارد، وعاشا حياتين مختلفتين تماما. ومرت 10 سنوات مسرعة. أنا الأمير القوي صاحب السيف العجيب، سأنتقم. يا إلهي. أبي. ماذا تعني بهذا الكلام؟ اسمع يا توم، مهما حدث ومهما فعلت لن تصبح أميرا، هل تسمع؟ إن كان لديك وقت لهذا اللعب فاخرج وقم بالعمل. هيا خذ معك هذا إلى الشارع وابدأ بجمع المال، نحن فقراء. هيا لا تعد بدوني أن تجمع المال. أحب توم أن يتقمص شخصية الأمير، وكان كثيرا ما يذهب إلى قصر باكنغهام حيث يعيش الأمير إدوارد. إنه الأمير. أيها الأمير. كان توم يحلم دائما بالأمير، وكانت رؤيته لإدوارد شيئا مثيرا حقا. أيها الأمير، ماذا تفعل هنا؟ كيف تجرؤ على منادات الأمير إدوارد أيها الوقح؟ دعني. لا، ليس بعد، يجب أن تأتي معي لأعلمك درساً. انتظر، ماذا فعل الصبي؟ يبدو أن هذا الصبي الوقح قد نسي من يكون وتجرأ بمنادات مولاي. لا شك أنه سيء النية يا سيدي. ها؟ هذا غير صحيح، لم أكن أسمع إلا بالتحدث إلى الأمير. نعم. ماذا تقول؟ اترك. حاضر. هيا معي، هيا سأخذه معي. حقا يا مولاي. لم يغادر الأمير القصر ولا مرة واحدة منذ ولادته، لذلك كان يريد أن يحدثه توم عن الحياة خارج جدران القصر. الأمير إدوارد وتوم كانا يشبهان بعضهما إلى درجة كبيرة، وكأنهما شقيقان. هل تريد شيئا آخر؟ كلا، لقد شبعت، لقد أكلت كثيرا. شكرا. والآن دعنا نكمل حديثنا، هل يمكنك فعلا السباحة عبر النهر؟ طبعا، إنه أمر سهل جدا. أمر سهل؟ ألا يحتاج إلى جهد؟ ولكن كيف؟ أخبرني أرجوك. سهل يعني سهل. فهمت، تقصد أن السباحة عبر النهر ممتعة. كم أحسدك على ذلك. ماذا قلت؟ أنا الذي يجب أن يحسدك. طبعا أنت عندك الطعام والأكل وكل شيء. أنت تتحدث عن الطعام والشراب، ولكن الحرية مفقودة هنا. عندي فكرة يا توم، ما رأيك بأن نتبادل الملابس؟ لفترة قصيرة فقط، سأرتدي أنا ملابسك لأتعرف على حياة الأولاد في المدينة. ما رأيك يا عزيزي؟
من حسن الحظ ألا أحد هنا. هيا نتبادل بسرعة. هيا أسرع. حسنا. نحن نتشابه كثيرا، لا يمكن تمييزك عني. رائع، إنك تشبهني من كل الوجوه. أنت أيضا أصبحت صبيا متسولا تشبهني. عفوا آسف. كانت ملامحهما ولون عينيهما متشابها تماما. من الآن أصبحت أنت الأمير. أنا الأمير. أنا الأمير إدوارد. هل تأمرني بشيء أيها الأمير؟ نعم، أريد الذهاب إلى دورة المياه. إنها في هذا الاتجاه. حسنا شكرا. لقد وجدتك. إذن فأنت الصبي المتسول، ها؟ كيف تجرؤ على الدخول إلى هنا؟ هيا عد إلى بيتك، هيا بسرعة. لقد نجحت في خداعك فعلا يا عزيزي اللورد، أليس كذلك؟ ما الذي تقوله؟ لقد أذن لك الأمير بالدخول إلى هنا، ولكنه لم يقصد أن يستضيفك بدليل أنه تركك بمفردك. هيا هيا فلتعد إلى بيتك في الحال، هيا بسرعة. لورد جون، إنه أنا أمير ويلز، أنا الأمير إدوار، ألم تعرفني؟ يا حراس اطردوا هذا الفتى من هنا، اطردوه. كيف تجرؤ على ذلك أيها الوقح؟ أنا إدوار. أي وقح، أتقارن نفسك بالأمير؟ هيا اذهب من هنا، هيا اذهب من هنا أيها المتسول، هيا ابتعد ابتعد. لقد حان موعد تغيير ملابسك يا مولاي. أين الأمير؟ أي أمير تقصد؟ الأمير الذي كان هنا. هل تقصد ذلك المتسول توم؟ ولكن أنا توم. ما الذي تقوله يا مولاي؟ يجب أن لا تسخر مني. ولكني لا أسخر منك، ذلك الفتى هو الأمير حقا. أرجوك أن تبدل ثيابك الآن. اسمح لي أن أذكرك يا مولاي بأن مستقبل هذا البلد يقع على عاتقك، فإذا تماديت في بعض الأمور كالسماح لهذا المتسول بدخول القصر فسوف تجلب العار على الأمة كلها. لقد اشتد المرض بوالدك وقد يوافيه الأجل في أي وقت، لذا أطلب منك يا مولاي أن تكف عن هذا المزاح. ترى ماذا حدث للأمير؟ توم ماذا أصابك يا حبيبي؟ كف عن تقمص شخصية الأمير، أتفهم؟ لابد أنك جائع، تعال. لا يستحق الطعام. ولكن يا عزيزي، هل تعرفين ما الذي كان يفعله؟ كان يلعب عند النهر. لم يكتفي بذلك، بل راح ينصحني بالبحث عن وظيفة. نعم، نصحتك بما يجب أن تفعله. هكذا. يبدو أن الطعام هنا لا يوافق مزاجك. حسنا، أنا لا أمانع في ذلك. ماذا تفعل؟ كفى. أيها الأمير، هدئ والدك بكلام طيب. هيا توجه له بالكلام الطيب. أدوار، هل هذا هو الملك هنري الرابع؟ ماذا تقول أيها الأمير؟ أعتقد بأن مولاي الأمير قد تعب كثيرا من الدراسة وهو يمزح يا مولاي. لا يا سيدي، أنا لست الأمير، أنا توم الصبي المتسول، أتعرفني؟ لا يا صاحب الجلالة، الأمير إدوارد يمزح كي يدخل البهجة إلى قلبك، أنا شديد الإعجاب بوفائه. إدوارد، أرجوك أن تحسن تولي الأمور بعد وفاتي. يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة. لا تموت يا سيدي، لا تموت. مات الملك معتقدا أن توم هو الأمير، وانتشر خبر وفاة الملك على الفور في جميع أنحاء البلاد. أبي أبي، هيا افتح الباب بسرعة، أنا إدوار، ألم تسمع؟ هيا افتح. أيها الوقح، لقد مات الملك وأنت ما زلت تمزح، ابتعد من هنا.
تفعله أيها الغبي؟ يجب أن أؤدب. يا لك من ولد أحمق، عدت لادعاءاتك. خذ، كف عن هذا. أخ 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 أخ، ابتعد. من أنت؟ من أنت؟ مايرز هندون، كنت مارا من هنا. أيها المتطفل، لا تسمع معاملة الطفل. هذا لا يعنيك، هذا ولدي وأفعل به ما أشاء، تفهم؟ غير صحيح، لست ولدك، أنا إدوارد الأمير. ماذا دهاك؟ ألن تكف عن ذلك؟ الأمير إدوارد في القصر. لا، هذا غير صحيح، أنا إدوارد، أما وقف محتال. تسمي الأمير محتالاً؟ ألا لن أسمح بالمزيد. كف عن هذا، خذ. هيا بنا نهرب. كلا، يجب أن أعود إلى القصر. يا لك من صبي عنيد. ابتعد. ماذا تفعل؟ اتركني اتركني، لا أريد أن أذهب، اتركني. يا إلهي. إنك صبي قوي حقا. أنا سأصبح الملك؟ نعم يا سيدي، لقد مات والدك صاحب الجلالة وأنت ولده، وسوف تصبح ملك إنجلترا، ورغم حزننا عليه فنحن سعداء بك. أنا الملك؟ نعم، وسوف تحتاج إلى الختم الملكي لإنهاء الإجراءات اللازمة. ولكن ما هو هذا الختم يا ترى؟ إنه شيء مهم جدا يا سيدي، الختم الخاص بإنجلترا مهم جدا. الختم؟ أنا لا أعرف عنه شيئا. عجبا، أنا واثق من قول الملك هنري بأنه أعطاه لك أيها الأمير. قلت لك لا أعلم شيئا، ثم أنني لست الأمير إدوارد. أرجوك أيها الأمير لا تكرر هذا ثانية. أوه إدوارد، يبدو أن وفاة والدك تركت أثرا كبيرا في نفسك، ومنذ الآن أصبحت ملك إنجلترا، كن شجاعا. ومن أنت؟ أوه عزيزي إدوارد، هل نسيت وجه أختك أيضا؟ لابد أنك متعب للغاية، إن حزنك على والدنا قد أنساك أختك. نعم أيتها الأميرة، أنا متفهم تماما للحالة التي يمر بها الأمير إدوارد. لكني لست إدوارد، صدقوني. وقبل أن يفطن الصبي توم للأمر، وجد نفسه ملك إنجلترا الجديد. في ذلك الحين ذهب الأمير إدوارد مع مايلز إلى فندق خارج المدينة، وراح يقص عليه ما حدث. فهمت. هل صدقتني الآن؟ إنك تطلب الكثير، حتى وإن كنت صادقا فليس لديك دليل على ذلك. لكني أصدق شيئا واحدا، وهو أنك لست ابن ذلك الرجل، لأنك إن كنت ابنه لما تركت الحارس يضربك دون استغاثة. والآن اغسل وجهك. ولكن كيف أغسله؟ ماذا؟ ألم تغسل وجهك من قبل؟ كان الخدم يغسلونه لي. أوه يا لك من صبي. ألا يمكن أن تكون رقيقا؟ لا تتذمر، هيا لا تتحرك. ألديك طعام آخر؟ للأسف لا توجد لدي نقود، هل أعجبك؟ إنه شهي. إنه فتى لطيف رغم ادعاءاته بأنه الأمير، ما دام قد أعجبه هذا الخبز فمن المؤكد أنه فقير. يوجد في القصر خدم مختصون بالطعام، كنت أحصل على بعض الحساء البارد فقط. أوه. أوه. أعتقد أنه لا بأس به. ممتاز، شهي جدا. ولكن لماذا يتذوقه كل مرة؟ لماذا؟ إنه تقليد يا سيدي. تقليد تقليد، ما هذا الأسلوب؟ لا يعجبني أبدا. لقد وضع هذا الماء لغسل الأيدي، ماذا فعلت؟ ولكنه شهي جدا. أو حسنا، كما تحب اشرب كما تشاء. ماذا تقول؟ سجنت إذن لمدة 7 سنوات؟ نعم، لي أخ صغير اسمه هيو، كنا نحارب معا أثناء المعركة، واتفقنا أن أقوم أنا بمهاجمة الأعداء. إلى الأمام، إلى الأمام هجوم. ولكن أخي هيو لم يأتي. هيو، هيو. تفوق الأعداء علينا عددا، وانتهى بي الأمر إلى السجن. أنا لا أحب أن أتذكر. حسناً، ثم قابلتك بعد ذلك في طريق عودتي. ها؟ مايلز؟ ها؟
احفظ مركزك، كيف تجلس هكذا بجانبي؟ أوه، عدت لقصة الأمير ثانية؟ حاضر حاضر، لقد فهمت يا مولاي. أنا متعب، أريد أن أنام. تصبح على خير يا سيدي الأمير، لقد نام، ولكن أين أنام أنا؟ ها؟ أين أنام؟ ها؟ يبدو جميلا وهو نائم. لا تقلق يا بني، لقد كان لقاؤنا قدرا، سوف أحرسك طالما حييت، وأعدك بأن أجعل منك رجلا يوما ما. ترى ماذا يفعل الأمير الآن؟ لابد أن أمي وأبي قلقان بشأني. حسنا، سوف أهرب عندما يطلع الفجر. بأنه سبق أن رأى هذا الرجل. مولاي الأمير إدوارد، ماذا فعل هذا الرجل؟ لقد قتل شخصا بالسم يا سيدي. قتل شخصا بالسم؟ وفجأة تذكر توم، منذ 10 سنوات كاد صديق توم أن يغرق في النهر، وقام هذا الرجل بإنقاذه. ومتى قام بقتله؟ هل تعرفون ذلك؟ منذ 10 أيام يا مولاي. 10 أيام؟ هذا غير صحيح، أنا لم أقتل أحدا طيلة حياتي. هل رآه أحد يضع السم؟ لا، ولكنه قد أشيع ذلك يا مولاي. ألديك دليل على أنه هو الفاعل؟ لا يا سيدي، لكن هيئته وملابسه تجعلانه موضع شك كبير. ولكن كيف تقيد الرجل معتمدا على إشاعة دون أدلة؟ فك قيده. حاضر يا مولاي. يجب أن تعرفوا بأن قيمة الإنسان بجوهره وليس بمظهره. مولاي الأمير، لقد تأثرت كثيرا بكلامك، إنه حكم يدعو للإعجاب حقا. يا لطيبة قلبك ودفء مشاعرك، إنه عمل يليق فعلا بملك عظيم. خسر توم فرصة الهرب من القصر، فقرر أن يبذل قصارى جهده لمساعدة الفقراء إلى حين عودة الأمير، وأدرك أنه الوحيد الذي يمكنه فعل ذلك، لأنه يعرف جيدا معنى الشعور بالفقر. أنا آسف، عندي هذا فقط. أوه لا بس. أهو طفلك؟ نعم، شيء كهذا سوف يفرح به. بني، أين أنت؟ أين أنت؟ لقد أحضرت لك شيئا جميلا، هيا جرب، هيا. أين أنت؟ أين أنت؟ سوف تلبس هذا وتعود معي إلى بلدتي. ألم تكن مصابا يا مايل؟ مصابا؟ جاء شاب وأخذ الصبي معه، قال إنك أرسلته. ماذا تقولين؟ هل مايلز ينتظر هنا حقا؟ نعم نعم، أسرع، إنه ينتظر قدومك بفارغ الصبر. أسرع يا بني. بني أين أنت؟ إنه ينتظرك هنا في هذا الكوخ، أسرع. هاي مايلز، أنت هنا؟ مايلز، 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 هل أنت مصاب؟ أجبني. كنت أنتظر قدومك. تحرك إلى الداخل أيها الصبي، تحرك. هاي توم. أنا لست توم، أنا إدوارد، أتفهم؟ تنادي مايلز، ذلك الولد الوقح، إنه ليس هنا، ويلك. خدعتني. لقد امتلأ رأسك بالخرافات، ففكرت أن أجعل منك متسولا. إن قلت هذا ثانية. خير لك أن تستمع جيدا إن أردت السلامة، تفهم؟ يا له من ولد وقح. أدرك إدوارد أنه لا يمكنه فعل شيئا الآن، وقرر أن يهدأ
إلى حين حضور مايلز لنجدته. ترى ما الذي حدث لك يا بني؟ أثناء الليل حضر إلى الكوخ متسولون وتجار فقراء وعدد من العمال. كان الكوخ مقرا يتجمع فيه الفقراء. هيه أنت أيها الأمير المزيف، إنك تنظر إلينا باحتقار، ولكن ما ذنبنا إن كنا فقراء؟ أنا مثلا كنت مزارعا وكنت أملك أرضا حتى وقت قريب، لكنهم أخذوا أرضي مني فلجأت للتسول. نعم هذا ما حدث لك. أما بالنسبة لي لقد أخذوا أرضي كي يرعى الإقطائي أغنامه عليها، أليس هذا ظلما؟ نعم بالفعل إنه لظلم فاحش حقا. فهمت ما تقصدون، سوف أعيد إليكم أرضكم في الحال، فأنا لم أكن أعلم بذلك من قبل، أنا آسف حقا من أجلكم. شكرا جزيلا، كنت أفضل أن أسمع هذا من الحاكم. لا أنا لا أكذب أبدا، أعدكم أنني سأنفذ الأمر، ألا تفهمون؟ إن قولك هذا لا يعني شيئا، الحاكم لا يقول شيئا كهذا مطلقا. شعر إدوارد لأول مرة بأن ثمن حياته الآمنة كان دموع وآلام عدد كبير من الناس. ولكن يا سيد الأمير، هل أنت واثق من أن هذا يكفي؟ كثير جدا. إن وجبة مثل هذه لا تتناسب مع من سيصبح ملكا. يجب ألا نعيش في بذخ كهذا. هل تعرف كم من الفقراء يحسون بالجوع الآن في حين نحن نمتلك كل هذا الطعام؟ لا تنسى أبدا أننا نعيش من كد الناس وتعبهم. سيد الأمير، في الحقيقة كنت قد بدأت أقلق لما سمعته من أنك لست الأمير، ولكن بعد سماعي لحديثك هذا أشعر بالخجل وأدرك كم كنت غبيا. لقد أصبح مولاي حاكما عادلا، إنني لسعيد بهذا، سعيد جدا. نعم. في اليوم التالي بدأ الأمير إدوارد التسول، وكان في الوقت ذاته يبحث عن وسيلة للهرب. أحسنوا للفقراء واعطفوا على المساكين. هيا يا لك من متسول فاشل، هيا نادي. توقف توقف توقف. لكنك ستقضي على نفسك هكذا. إنه صبي عنيد لا ينصت لأحد، لكنه حين علم بأنني مصاب خرج يبحث عني في الحال. يجب أن أعثر عليه، يجب أن أعثر عليه. أين هو يا ترى؟ أين؟ هل رأيت الصبي؟ ها؟ أنت؟ هذا هو الرجل الذي أخذ الصبي؟ نعم هذا هو، أنا متأكدة. ماذا؟ لا يا ويلي. أيها الأحمق، ماذا فعلت بالصبي؟ أجبني. لا 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 أدري، لقد هرب، لقد هرب يا سيدي. إلى أين هرب؟ لا أدري، ستخنقني. إدوارد، أين أنت؟ فهمت، ما اسمك؟ ها؟ اسمي إدوارد، إدوارد تيودور يا سيدي. أوه إدوارد تيودور، أعتقد أنا للملك هنري الثامن فعلا ولدا بهذا الاسم. نعم إنه أنا يا سيدي. حسنا، إذن فأنت ابن الملك هنري الثامن، أنا سعيد بمجيئك. تعال تعال، إنها إرادة الله، لا شك أنك تعب جدا. ها تفضل تفضل يا بني. منذ سنوات قام والد إدوارد بطرد هذا الواعظ من عمله لفرضه تعاليم دينية خاطئة، فوجد الواعظ فرصة عظيمة للانتقام. سوف أقتل الأمير انتقاما من الملك هنري، لقد جاء إلي تماما كالطير.
يطارق في هذه اللحظة. أنا آسف آسف لتركك بالباب طويلا، لقد كنت مشغولا جدا، سل حاجتك. آسف للإزعاج، هل حضر صبي في سن العاشرة إلى هنا؟ صبي في العاشرة؟ لا، ولكن يؤكد شخص بأنه رآه يعدو في هذا الاتجاه. أنا آسف، لم أرى أي صبي، آسف. عفوا، هل يمكنني أن ألقي نظرة بالداخل؟ ولكن في الحقيقة يا سيدي، تذكرت، حقا لقد مر صبي في العاشرة من هنا وقد ذهب، لا أدري، ربما ذهب في هذا الاتجاه يا سيدي. كنت أبحث عنك. وهكذا توالت المشاكل وعاد إدوارد للتسول. الجنود اهرب اهرب بسرعة. هيا. لن اهرب، اتفهم؟ ألا تعلم أن التسول مخالف للقانون؟ أنا لست متسولا، أنا الأمير إدوارد ويجب أن أعود إلى القصر في الحال، أتفهم؟ ماذا قلت أيها الأحمق؟ لا تثرثر، تعال معي. يا لك من وقح، كف عن ذلك في الحال. ماذا قلت؟ إنك متسول حقير. توقف أرجوكما. مايلز. عزيزي كم كنت قلقا عليك. ماذا؟ هل أنت والد هذا الصبي؟ نعم نعم أنا والده، وكما ترى يا صديقي إنه مختل العقل بعض الشيء، وسوف أصحبه إلى الريف من أجل أن تتحسن صحته. ما دام مختل العقل لا تدعه يفعل ذلك ثانية. أمرك سيدي. حاضر حاضر. اغفر لي، لقد سببت لك مشاكل كثيرة. حسنا حسنا، هيا يا بني امسح وجهك، هيا هيا امسح وجهك. ووجهك ايضا متسخ. في اثناء ذلك كان توم قد اعطى اوامر خاصة لخادمه بالبحث عن الامير الحقيقي إدوارد، والذي كان قد استبدل ثيابه مع توم. هل نذهب إلى البلدة؟ أريد أخذك معي، فإن كنت مختل العقل فسوف تشفى، أما إذا كنت الأمير حقا فلا أدري ماذا سأفعل، ولكن في الحالتين يجب أن لا تعود إلى القصر طالما توم لم يزل فيه. إنه محتال ويجب أن أفضح أمره حالا. ها؟ إنه يشبه الأمير إدوارد، لكن ملابسه لا تدل على أنه متسول. وهكذا اصطحب مايلز إدوارد إلى بلدته. انظر، إنه مكان جميل حقا، هواء طلق وشعب طيب. هيا بنا للبيت. من أنتما؟ أين تذهبان؟ إلى أين أذهب؟ أنا أعيش هنا. لا تقلق يا بني، إن هذا الحارس الجديد لا يعرفني. أنا مايلز هندون، أنا وريث هذا القصر. توقف أنت، وقح. سيصبح كل شيء على ما يرام عندما أقابل والدي. كان والد مايلز قد توفي منذ 4 سنوات، وكان قد تم تعيين حرس وطاقم خدم جديد، لذلك لم يتعرف على مايلز، وادعى أخوه هيو أنه لا يعرفه. هيو، إنه أنا أخوك مايلز. أخي مات في الحرب منذ 7 سنوات. مات؟ لابد أنك تمزح، أنا سليم معافى، لست شبحا، أنا بصحة جيدة. لابد أنك انتحلت اسم أخي طمعا في الحصول على المال، لكنك لن تحصل مني على شيء، أنا لست كريما، خذوه إلى السجن. حذر، انتظر يا هيو، يوجد شخص واحد يمكنه أن يقرر إن كنت مزيفا أم لا. حسنا. كان هذا الشخص هي إيديث التي خطبها مايلز منذ 7 سنوات. إيديث، إيديث. هذه المرأة زوجتي، ولن أسمح لك بالتمادي في تصرفاتك هذه. لا لا أصدق. إيديث.
هل تظن أنك تستطيع خداعي أيها المحتال الوقح؟ ها؟ زوجتك؟ هل تعني أنها زوجتك غير معقول؟ نعم سحقا، أنا وريث عائلة هندون. لن أغفر لك ذلك أبدا أيها الوغد. انظر خلفك. مايل إدوارد. أنت بخير؟ نعم لا تقلق، أنا سيد ذلك المنزل حقا، أنا لست كاذبا. هناك أشخاص كثيرون يقولون الصدق ورغم ذلك لا يصدقهم أحد. شكرا لك. هل تصدق قصتي الآن؟ بأنك أنت الأمير إدوارد؟ نعم نعم أصدقك، ولكن لماذا لم يبحث أحد عنك؟ ذلك لأن صبي توم الفقير قد انتحل شخصيتي. ولكن هل تعتقد أن توم صبي رديء؟ لقد سمعت أنه قام بتغيير القانون لصالح الفقراء. لكنه إن كان صادقا حقا لكان قد أرسل أحدا للبحث عني، إلا أنه لم يفعل ذلك، ولهذا سأعاقبه عند عودتي إلى القصر. نعم يجب أن أفعل هذا. كان من المقرر أن يتوج توم على عرش إنجلترا بعد 3 أيام. كان هم توم أن يعود إدوارد للقصر قبل البدء بحفل التتويج، فخطط لنشر صور إدوارد في المدينة للاستدلال عليه. هل تنوي أن تنشر هذه الصور؟ نعم، قال مولاي إن هذا هو الأمير إدوارد وسوف أدع الأمر لك. إذا عرضت هذه الصور على الشعب سوف يعتقد الجميع بأن الأمير قد فقد عقله. لقد نام أخيرا، إنه أمر متعب حقا أن أفطر للوقوف طالما هو نائم. ماذا أفعل؟ أنت؟ كيف حالك الآن يا سيدي؟ ها كيف حالك؟ كان هذا الخادم يعمل لدى عائلة هندون قبل خروج مايلز إلى الحرب. أخبر الخادم مايلز أن هيو أعلم والده بعد عودته من الحرب بأن مايلز قد قتل، فقرر الوالد تزويج إيديث من هيو. الآن سإيديث ظلت تنتظرك شهرا ثم شهرين لكنك لم تحضر، وأخيرا رضخت للأمر الواقع وتزوجت. فهمت يا صديقي القديم. اعتني بنفسك يا سيدي. وأنت أيضا. إيديث اهدأ. كنت أعلم أنك ستأتين. إنك تشبه الرجل الذي يخشاه زوجي كما تشبه الرجل الذي كنت أحبه كثيرا. ماذا تعنين بذلك؟ أنا مايلز. لا أنت مخطئ، لقد مات حبيبي في إحدى المعارك. إيديث ماذا تقولين؟ استمع إلي جيدا، إن زوجي رجل عديم الرحمة، وإذا كنت تصر على ذلك سوف يقتلك. نعم يقتلك ليحمي لقبه وثروته. نعم لذا أرجوك اعترف بأنك محتال. أرجوك لا يمكن أن أفعل ذلك. مايلز إيديث أرجوك اعترف. أرجوك لا تموت. إيديث عزيزتي. في اليوم التالي بدأت محاكمة مايلز وإدوارد. استمعوا إلي جيدا، من يمكنه التعرف على هذا الوجه القذر فليرفع يده. تعرف كثير من أهل القرية على وجه مايلز، إلا أن أحدا منهم لم يجرؤ على مواجهة هيو الشرير ولم يرفع أحد يده. يبدو أنه لا أحد يعرفك. والآن أسألك أنت أيها الحقير، هل أنت حقا أخي مايلز هندن؟ هيا أجبني. هيا تكلم، ألا تستطيع الكلام؟ مايلز سينفذ فيك حكم الإعدام. حسنا إنني كاذب، أنا لست مايلز. مايلز ماذا تقول؟ أنا آسف، أنا محتال. مايلز حسنا اجلدوه واطردوه من البلاد. هيا Oh!
كفى أيها الأوغاد، أنا الأمير إدوارد وهذا خادمي ولن أسمح بذلك، أتفهمون؟ يا لك من وقح، لقد تركتك تذهب دون أن تجلد لأنك طفل، والآن اجلدوا هذا الوقح أيضا. لا أرجوك، إن هذا الصبي مختل العقل، أرجوك 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 اترك، أرجوك يا سيدي اغفر له، اغفر له أرجوك يا سيدي. حسنا، سوف أغفر له شريطة أن تجلد أنت بدلا عنه، ما رأيك بهذا؟ هل أنت موافق؟ قل لي كما تشاء. مايلز كلا، لا تقلق بشأني يا بني. حسنا اجلدوه مرارا ومرارا، اجلدوه. ضرب مايلز بالصوت ضربا مبرحا، ولم يستطع إدوارد أن يفعل شيئا من أجله، لقد كان عاجزا حتى عن التأوه. وشعر أهل القرية بخجل شديد لما فعلوه، وذلك بعد أن شاهدوا تضحية مايلز من أجل إنقاذ الصبي. ورغم قوته فقد مايلز وعيه لأنه جلد بشدة لفترة طويلة. مايلز، مايلز أرجوك أن تعطيه هذا. تفضل. أهديث، حمد لله على تحملك هذا، والآن أرجوك أن تستخدم المرهم. شكرا لك. هيا بني، هل أنت بخير؟ أنا آسف، كنت السبب. لا بأس يا عزيزي. ترى كيف يمكنني أن أرد جميلك؟ سأكون الحاكم وسوف أنعم عليك بلقب اللورد، ما رأيك يا عزيزي؟ أنا لا أريد شيئا كهذا، كل ما أريده هو أن تعفيني من الوقوف في حضرتك، لقد تعبت من كثرة الوقوف. فهمت قصدك، حسنا سوف أسمح لك بالبقاء معي دائما. شكرا جزيلا. أين هو يا عزيزتي إيديث؟ أعتقد بأنه ذهب إلى حفل تتويج الأمير إدوارد. حفل التتويج؟ مايلز سأذهب إلى المدينة في الحال. لن أنتظر، أنا ذاهب. انتظر. في لندن كان العاملون في القاعة يجهزون لحفل تتويج الملك في اليوم التالي. الساعة 3 صباحا، الحفل يبدأ بعد ساعات. ظل توم مستيقظا طوال الليل، كان ينتظر عودة إدوارد بفارغ الصبر، رغم علمه بأن حضور إدوارد يعني عودته إلى التسول والعيش بتلك الحارة القذرة مرة أخرى. احتشد آلاف المواطنين على الطريق المؤدي من قصر بكنغهام إلى قاعة التتويج. من عادة توم إذا أحس بقلق أن يحك جبينه بسبابته. توم، توم، أمي، توم، ابني توم، أمي. إنها متسولة يا سيدي، تقدم بجوادك ودعها وشأنها، هيا اتركها. إنها أمي، قلت أمي. سيد الأمير أرجوك أن تتمالك نفسك، الأمة كلها بل العالم كله يثني عليك في هذه اللحظات يا سيدي، أرجوك أرجوك. هيا
توجه بجوادك. توم توم يا إلهي، إنه ولدي، إنه ابني الصغير توم. أرجوكم عينوا لي، عينوا إلي يا توم. إدوارد، أين ذهب يا ترى؟ إدوارد بني، أين أنت؟ أخبرني. أوه سيدتي، هل أنت مريضة؟ أخبريني. كلا، أرجوك لا تقلق. أوه يبدو أن حفل التتويج قد بدأ. عفوا سيدتي، كنت أبحث عن شخص، عن إذنك. سيبدأ حفل التتويج، أنا لا أصدق أن ولدي توم سيصبح الملك إدوارد. كاد توم أن يصرخ من شدة خوفه، ولم يكن يهتم بالعرش بقدر اهتمامه بأمه التي رآها منذ قليل، إلا أن أحداً لم يدرك شعوره، ولم يستطع الصبي توم أن يقوم بشيء سوى ما يملى عليه. تسلل إدوارد إلى قاعة التتويج ليلاً. أوقفوا مراسم هذا التتويج، يجب أن أمنعكم من تتويج هذا المحتال. ابتعد أيها المتطفل. أطلقوا سراحة، إنه الملك، إنه الملك. نعم سيدي اللورد إدوارد، أرجوك أن تتمالك نفسك. سيدي الملك إدوارد، كنت بانتظارك، أرجو أن تضع التاج على رأسك وأن تجلس على العرش. راح توم يخبر الجماهير بما حدث. فكر اللورد بحيلة للتأكد من كلام الصبي المتسول، فطلب منه الإفصاح عن مكان الختم الملكي المفقود. أين الختم المفقود؟ إنني أحتفظ به عادة في غرفتي. دعني أفكر. نعم، إنه في صندوق مجوهراتي. أمر اللورد الخادم بالذهاب لإحضاره. كانت لحظة مصيرية بالنسبة لإدوارد. سيدي اللورد، إن الختم ليس موجودا في الصندوق، لا شك أن هذا الصبي محتال. أجل محتال. إنك محتال، الختم ليس في صندوق المجوهرات، لقد خدعتنا جميعا. هيا اخرج من هنا، هيا. ماذا تقول؟ يا لك من مخادع، لقد أفسدت الحفل. هيا اخرج من هنا حالا. راح توم يفكر بالأمر، فقد كان يتذكر شيئا على الختم الملكي. انتظر، كيف يبدو الختم؟ صفه لي، هيا صفه لي. راح اللورد يصف له لون وشكل الختم الملكي. اوه الختم، لقد عرفت مكانه. نعم، لكن يا سيدي يجب أن تتذكر ذلك بنفسك حتى تثبت أنك أنت الملك. هيا يا سيدي تذكر. أخذ توم يذكره بيوم لقائهما الأول في غرفة العرش بالقصر. أثناء عبثنا وعند تبادلنا الملابس قمت أنت بإخفاء الختم، هذا ما يجب عليك أن تتذكره، أرجوك يا سيدي. حاول أن تتذكر أين أخفيته، تذكر أرجوك. أين أخفيته؟ تذكرت، إنه في ذراع الدرع الحديدي. نعم
وفي الحال ذهب الخادم للبحث داخل الدرع. سيدي اللورد، سيدي اللورد، هذا هو الخدم، هذا هو الخدم. الخدم الملكي. وهكذا عاد إدوارد لمنصبه الشرعي وأصبح الملك. ولكن ترى ما الذي حدث لمايلز؟ دعوني وشاني، دعوني وشاني، أنا لم أفعل شيئاً. أوه سحقا لك يا هيو، ألم تكتفي بجلدي فجئت تحاول قتلي؟ مايلز، أنا الذي أرسلت في طلبك. إدوارد؟ لا مستحيل، لكني واثق من أن الملك قد نادى باسمي. ماذا؟ صبي متسول أصبح ملكا؟ سوف أختبره. انهض انهض، كيف تجرؤ أن تجلس أمام الملك؟ هيا انهض انهض. لا بأس، أنا أرسلت في طلبه. إذن أنت الصبي ولدي، تعال. مايلز. ولدي. هذا الطفل هو الأمير إدوارد. هيو لا تحرق. أيها جبان، أرجوك أرجوك كن رحيما بي، لا تقتلني أرجوك. عاد توم إلى أمه وأرسل في طلب أبيه إلى المنزل بعد أن أصلح حاله. بعد ذلك أصبح مديرا لمستشفى الأطفال الأيتام الفقراء. أما مايلز فقد تزوج إيديث وأمضى بقية حياته إلى جانب الملك إدوارد.